أنا اسمي محمد جراد، جزء من فريق آيدير، معهم بمشروع فضاء 2250. كنت أحد أعضاء الزمالة، كنت ماسك تنسيق عدة مبادرات، من ضمنها مبادرة أميجدلا ومبادرة المسرح للأطفال وللكبار. عرفت عن المشروع تقريباً لأني أنا متطوع مع آيدير من سنتين، فكتير بتابعهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فشفت الفرن. أكيد أنا ما راح أضيع على حالي فرصة تطوع مع آيدير، فعبيت الفرن وقبلت، وعشان هيك صرت هلأ. مراحل المشروع كانت أول إشي 3 أيام تدريبية عن قرار 2250، فعرفنا أكثر عن شو هو القرار ومن وين طلع وشو محاوره. بعديها كان المفروض نطلع بمبادرات، فتشاورنا إحنا لمجموعة أعضاء فريق أو مشروع فضاء 2250، تناقشنا شو المبادرات اللي بدنا نطلعها. وكمان من أحد أهداف المشروع كان إنه في 5 أشخاص لازم يكونوا زمالة في مكتب آيدير، فقدمت عليه والحمد لله كان عملوا معنا مقابلات وتوافق علي. بعدها صرنا نعمل أو إحنا جماعة الزمالة كنا ننسق المبادرات اللي طلعوا فيها الشباب، كل حدا فينا كان ماسك مبادرة وينسقها واللي تابع فيها الأمور. كنت ماسك أنا مبادرة اسمها أميجدلا، اللي هي بتعمل تدريبات لليافعين لإدارة المشاعر. وبعد ما خلصنا كل المبادرات، طبعاً هاي الفترة امتدت من شهر 3 إلى شهر 7، عملنا نشاط تقييم لكل الأمور اللي صارت، والحمد لله كانت النتائج جميلة. أهم إشي صار معنا بالرحلة التعلمية إنه حتى إحنا بنعمل مبادرات وعمل شبابي، بس كنا نعمله بعمل مؤسسي، لأنه مستقبلاً أنا بشوف إنه وظيفة اليوث ووركر أو حتى السوشيال ووركر اللي هو عامل المجتمع أو العامل الشبابي حتصير وظيفة رسمية. فإنه إحنا نعمل مبادرات شبابية بطريقة احترافية وبشكل مؤسسي، هذا أنا بشوفه من أهم الأشياء اللي صارت معنا في المشروع. الرحلة التعلمية هي كثير مهمة لكل الشباب، خاصة إن إحنا شباب ممكن نعاني من وقت فراغ شوي كبير أو ما بنقدر نستثمر وقتنا في المكان الصح، فندور وين إحنا منشوف حالنا وين عن جد مكان إحنا نتعلم فيه، ما نضيع وقتنا بس بمكان للتسلاية بس، ممكن إحنا ننبسط فيه بس نفس الوقت لازم نتعلم فيه. فلو لقينا مكان بيوفرنا إنه إحنا نكون مرتاحين وعن جد ننبسط نفس الوقت نتعلم فيه، لأنه العمل الشبابي والعمل المجتمعي عن جد بعطينا كفاءات كبيرة أكثر من اللي إحنا نتصورها، وهذا الإشي صراحة أثر فيه مع التجربة هاي.